النهارده كابتن امام محمدين بيصرخ في اليوم السابع. ايه يا كابتن امام؟ في ايه يا كابتن امام؟ اللي انا قلته لكم من 5 ايام بس ما حدش عايز يسمع الكلام. خليني ارحب بالكابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري وصديقي ورجل مكتشف العديد من النجوم، منهم مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي وعمل تاريخ مع نادي انبي، والحقيقه وترك كمان الكابتن محمد اسماعيل في انبي حاجه محترمه جدا جدا جدا، والان يبدا مهمه او بدا مهمه منذ عده اشهر مع نادي الاتحاد السكندري بدات تؤتي ثمارها. كابتن امام مساء الخير. تنور كابتن شوبير. ازيك يا فندم؟ الله يخليك. انت زعلان من ايه؟ والله هو دي تاني سنه يا كابتن بنلغي المسابقات بتاعت الناشئين. عندنا مشاكل عده في التنظيم، في السؤال، في تنظيم المسابقات على مدار اكثر من 5 6 7 سنين. حضرتك تدخلت شخصيا نعم في حوارات طويله من 2013 مرورا لغايه مسابقه 99 لما كانت بتتلغي، وعملت دور كبير معانا ومع الحاج محمود شامي ومع احمد مجاهد بيه ومع كل الاخوه الكبار في اتحاد الكوره. النقطه الاولانيه كابتن شوبير، الناس اللي في المطبخ جوه العمل الاداري في انديتها في قطاعات الناشئين اللي بتخدم منتخبات مصر المكون الرئيسي هي الاهلي والزمالك وانبي والاسماعيلي والمقاولين ودجله وهكذا، غير ممثلين في اي اجتماعات بتخص المنتج اللي انت بتطلعه. نعم. كان العرف دائما بيدعونا نقول ارائنا ونقول سلبيات ونقول ايجابيات ونقول اهداف، وبنشتغل على منظومه محترمه مطروحه قدام الكل وكل شارك فيها. نعم. لان احنا في الاول وفي الاخر شركاء. طيب كابتن ده. كابتن امام عشان نروح للهدف مباشره، ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ احنا تم دعوتنا مدير قطاعات الناشئين لاجتماع في اتحاد الكوره. ده امتى يا فندم؟ اول اسبوع الحالي. كويس. الاجتماع كان مع الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد في الفتره دي. الراجل قابلنا بترحاب وباحترام كبير. متشكرين. كنا حوالي 13 14 ممثل للمسابقات، غاب الاهلي والانتاج والجيش وانبي. نعم. فبقينا 14 واحد ممثل فيهم قامات كبيره كابتن شوبير، كابتن رضوان. طب عشان بس نكسب وقت يا كابتن امام، كلكم قامات محترمه. انا عايز اروح للمشكله يا كابتن بعد اذنك. المشكله ان احنا بنبلغ انه في نيه لالغاء مسابقات الموسم ده والاكتفاء بما تم في المرحله الاولى. المرحله الاولى دي يا كابتن شوبير بتنتهي 19 يناير و18 يناير و17 يناير. يعني النهارده. يعني النهارده ده لكل البطولات ولا المسابقات؟ مسابقات يا فندم. لمسابقات 99 2001 و2003 و2006 هتستمر فتره. لا بصراحة بس 99 يا فندم دول مش شغالين جمهوريه من دور واحد؟ الجمهوريه كان المفروض يكملوا دوري بتاعهم لمرحلتين يا كابتن. هو عمل مرحله واحده، عملها من دور واحد. عملها من دور واحد. تمام. ده اللي احنا اتفقنا عليه. بعد مناقشات مستمرة مع الكابتن احمد مجد. يعني كان 99 ملغي. احنا كان المفروض المرحلة الأولى اللي تم، يعني أنا عايز بس أرجع معلش بطول على حضرتك بس لازم تبقى فاهم دي يا كابتن شوبير. اتفضل يا فندم. الدوري اتقسم 3 مجموعات. نعم. فما بقاش دوري. سميه كأس الاتحاد بقى. مظبوط مظبوط تمام. سميه مسابقة ودية. بحيث هتاخد الثلاثة الأوائل وتعمل دوري بقى. طيب هل يعقل في الكلام ده أعمل هبوط ونزول لأندية؟ هل معقولة ألعب أنا دوري 5 فرق؟ لا ما هو كان النظام فريق. النظام من الأصل غلط يا كابتن شوبير. طيب فهو الأستاذ أحمد مجاهد جه يعدله لأنه مش مآمن بفكرة إنه ده دوري. عايز يلغي المسابقات ونبتدي على نضيف في 7 اللي جاي. طب ذنب الإدارات والأندية برضه يا كابتن إمام، المسابقات كلها هتتلغي ولا في مسابقات هتستمر؟ اللي هيستمر يا كابتن شوبير المرحلة الثانية ولدور واحد مواليد 2003 و2006 و99 والاكتفاء بما تم في المرحله الاولى المواليد 99 2001. يعني 99 كده دوريهم خلص. يعتبر يعني هيعتبر كده. ما انا عارف ان في قرعه طلعت وهيلعبوا اول ماتش باين. ايوه يا كابتن. ما هو ده اللي كان بيتقال وده اتلغى. اللي تم وده اتلغى كمان الاجتماع. فاحنا قلنا يا كابتن احمد
ذنب الانديه ايه؟ ان انا مسابقه 2001 فشلت في الوصول، نفس الكلام اللي قلناه يا كابتن سمير مع حضرتك. نعم نعم 2013 مظبوط، ورجعنا المسابقه. نعم بالظبط، لولا دعم حضرتك ودورك في العمل العام واعلامك احنا كنا ضعنا برضه. نعم حضرتك ناشد القضيه دي كتير، انا مش عايز اثني على حضرتك واسيب الارض. فاحنا قلنا للراجل يعني يا احمد بيه، الانديه لو اتلغى الدوري في شهر واحد هنقعد في بيوتنا ست اشهر. ايوه اذا كان النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب في سابقه غير معلومه ادى لاجهزته الفنيه والاداريه ست شهور، ده النادي الاهلي. نعم ادالهم مرتباتهم 90% من انديه مصر توقف طبعا طبعا الكبير. نعم فانت في شريحه كبيره جدا من المدربين والاداريين والاجهزه العامله لا تملك هذه الوظيفه غير راتب المهنه دي. نعم فقلنا له يعني الموسم بينتهي بدري، وذنبي ايه انا ان حضرتك فشلت في مسابقه تلغيها؟ نعم ما انا اللي بجيب لك اللعيبه بتاعه 2001. طب ايه المسابقات اللي استمرت يا كابتن امام، وايه المسابقات اللي هو يعني لما ناقشنا الموضوع كابتن احمد تفاعل، قلنا له طب حتى خليها دور واحد. ماشي يعني خلي نص العمى نص العمى يعني حتى نقعد لغايه اول رمضان يا كابتن شوبير نص العمى. فقلنا يعني هو ده المناقشات اللي دارت مع الزملاء ومع القامات اللي حضرتك ذكرتها. فهي القصه بترجع تاني، احنا هنقعد دلوقتي يعني مسابقات. طب القرار النهائي يا كابتن امام هتنتهي 28/2 يا كابتن شوبير، المسابقات كلها 28/2. مسابقه 99 هتنتهي في التوقيت ده. وتم والبطولتين اللي هيستمروا 2003 و2006 عشان المنتخبات اللي تم اختيار مديرينها الفنيين، والغاء كل والغاء بقى كل المسابقات يا فندم. هنلعب دور واحد بس، سبع ماتشات يا كابتن شوبير للبراعم وللمناطق وكله. لا ده البراعم والناشئين في القطاعات القاهره واسكندريه هتلغى. طب ما ده اللي انا بقوله يا فندم، انت هتلعب دور واحد في 99. انا كنت بناقش حضرتك في الجمهوريه يا كابتن شوبير. الجمهوريه خلاص مفيش. هتبقى مفيش غير 99 دور واحد، و2003 و2006 دي دورين ولا دور واحد برضه؟ كله دور واحد. حتى 2003 و2006؟ يعني احنا اذا عشان بس نمشي، البراعم خلاص روحوا صح كده يا فندم؟ وقفوا النشاط في القاهرة. وقفوا النشاط في القاهرة والجيزة. وخلاص الـ 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 المناطق متابعات الناشئين المحلية في المناطق وقفت. وقفت كلها الحمد لله. هتوقف. البطولات الناشئين تحت مواليد 2003 و2006 و2009 و99 28/2 خلاص وقفت، مظبوط كده يا فندم؟ تمام كده. نرجع نفتح الدكان في شهر 8 السنة الجاية بأمر الله. حسب ما قاله الأستاذ أحمد. هنلعب الدوري السنة الجاية في 7. في 7 ما بتجر ال 8 يعني. نص 8 على الاقل. نص 8 على الاقل. هل الانديه كانت موافقه على هذا الاقتراح ولا كانت رافضه يا فندم؟ بص يا كابتن شوبير الموضوع احنا دخلنا فيه كتير مع دكتور جمال وفضل مع الدكتور محمود سعد لما عمل المسابقات. واشتكينا وبعض اعضاء مجلس الاداره تحديدا الدكتور جمال محمد علي ما كانش موافق، لكن هي فكره وطبقت. ده هو نظام، انت بتتكلم على نظام المجموعات. هو حكم قراوش كده. طب اعملوا 30. طب اعملوا المسابقات عدد 30 لاعب. احنا عندنا كورونا وعندنا. طب احنا ما عندناش مسحات. طب احنا ما عندناش بي سي ار دي اللي بيقولوا عليها. احنا في البراعم والناشئين لو عملوا هنطلع على فات بقى لو انت ماشي بالنظام ده. طب احنا نظمنا وزي ما انت بتشاور كده على كره اليد بتتلعب وجماهير واعلام ومصر. طب احنا بنلغي البراعم والناشئين ليه؟ انت لما بتيجي يا كابتن شوبير تعمل راحه سلبيه اسبوع، يعني معنى كده هديت فورمه رياضيه بتبدا موسم جديد. طب اللعيب اللي هيقعد 9 شهور ده هتعمل له اعداد قد ايه؟ وكل الخطط اللي انت كنت عاملها لنادي الاتحاد كده كل سنه وانت طيب. يا فندم سمك لبن تمرهين يا فندم. بشكرك كابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري.